انا معايا دكتور مدحت سلامه خبير الطاقه النوويه. مساء الخير يا دكتور. نور يا فندم. اهلا بحضرتك والف مبروك على انضمام مصر لاتفاقيه الامان النووي سي ان اس. احنا مصر واعده من اكثر من 7 سنوات كان او 8 سنوات كان قام معالي الوزير بزياره الوكاله الدوليه ودشن انضمامنا، ولكن هو النهارده بقينا رسمي. ان احنا دوله محطه الكهرباء اللي في الضبعه قامت بدور كبير قوي في ان احنا خدنا تصريحات على انها السيفتي والامان النووي الى اقصى درجاته، وان احنا في المحطه المسؤوله عن محطه كهرباء بالطاقه النوويه هتكون في اقصى درجات الامان من خلال الشيلدنج اللي موجود ومن خلال العينات اللي بناخدها من التربه ومن الميه. واحنا بنطمن كل الناس ان 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 احنا في المحطه ديت هيكون اقصى درجات الامان النووي من خلال البرنامج اللي موجود في الوكاله الدوليه. يعني احنا ما تاخرناش، يعني حتى لان احنا لسه بدايه الانشاء شغالين فيها. يعني النهارده لما يبقى فيه كلمه مسجله يقولها الدكتور محمد شاكر في الدوره ال 67 المؤتمر العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ويقوم سفير مصر بفيينا ومندوبها الدائم لدى وكاله الطاقه الذريه السيد سفير محمد الملا بايداع صك تصديق مصر على هذه الاتفاقيه في احتفال كبير وبيحضروا وفد رسمي مصري كبير، ما نعتبرش اتاخرنا لان احنا مواكبين ده مع اجراءات وتوقيتات افتتاح محطة الضبعة، مش كده ولا ايه يا فندم؟ ايوه تمام يا فندم. احنا بدخولنا في المجال النووي من خلال محطة الكهرباء بتاعة الضبعة احنا اصبحنا من مؤسسين للامان النووي. احنا قدرنا ان احنا نحل المشكلة ان احنا نبقى على البحر المتوسط وفي اماكن حساسة في الدولة، اللي ان احنا واخدين كل احتياطات الامان النووي. وبنطمن الناس النهاردة احنا في المرحلة الأولى هنقدر نطلع 4800 ميجا وات. دي ثلاث محطات بالطاقه الاحفوريه. اولا هو مواكب للبيئه، ان النهارده ما فيش تلوث من خلال الانبعاثات الكربونيه من الاحفوري، وكمان موفر للفلوس كمان، يعني الاموال موفر للاموال كمان. انا بشكرك جدا يا فندم دكتور مدحت سلامه خبير الطاقه النوويه، لانه اكد على نقطه مهمه. لما تكون السلامه في اعلى معاييرها ودرجاتها نقدر نعمل بقى مشاريعنا الاستثماريه حوالين محطه الطاقه النوويه، يبقى في بعد المسافه الامنه يبقى في مشروعات. واحنا بالفعل عندنا مشروعات سكنيه كبيره في الضبعه، وعندنا مشروعات استثماريه بقى هنخدم بقى بمصانع ومدارس وحاجات زي كده على المشروع العظيم ده. بشكركم جدا. فاصل قصير ويكون معايا الاستاذ المستشار عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق.